مرحبا بحضراتكم مرة تانية في الحياة اليوم. من عدة دقائق أعلنت وزارة الداخلية القبض على أعضاء حركة في دمنهور أطلقت على نفسها اسم عفاريت دمنهور. عملت صفحة على الفيسبوك ونشرت فيديو في ثلاث ملثمين أعلنوا مسؤوليتهم عن بعض الأعمال التخريبية وهددوا ضباط الأمن بالقصاص. تعالوا نشوف جزء من أقوالهم. محمد رمضان عبد الوهاب الطاهر رئيس الشورى محمد شنا منتمي للجماعات الاخوان المسلمين عوض المجموعه المضبوطه واحنا مسؤولين عن حركه عفاريت دمنهور. معايا في الحركه احمد اشرف وخالد الفصلي احمد الاهواجي محمد منصور والحركه منتشره باسم تاني اللي هو حركه دم نفس المسمى بس هو نفس الاشخاص. بيان العفاريت والبيان بتاع دمك علي جمعه ومحمد الديب واحمد بحر. ايه الغرض من البيانات دي؟ الغرض اللي هي يعني اثاره الرعب في عند رجال الشرطه وازواجهم واسرهم وتشتيتهم والحركه منتشره اكتر باسم باكتر من اسم على الفيسبوك منتشره باسم اطرس عفاريت دمنهور منتشره باسم النسوك منتشره باسم الاشباح منتشره ليه عدة مسميات. ليه الصفحات الكتير دي؟ اللي هناك رجال الشرطة واللي ظهر الصورة ان احنا العدد كتيرة بالرغم كل العدد. معايا على التليفون اللواء محمد فتحي مدير امن دمنهور. مساء الخير يا سيادة اللواء. سيادة اللواء سامعني؟ سيادة اللواء محمد فتحي. طيب يظهر الاتصال لم يتم. سيادة اللواء سامعني؟ طيب هو في مشاكل في الاتصال بين القاهره وبين دمنهور ولا ايه؟ سياده اللواء محمد فتحي سامعني؟ طيب مفيش امل. طيب نروح لخبر تاني لغايه لربما يعني ينضم لنا تاني من مره تانيه اللواء محمد فتحي عشان يكلمنا عن عفاريت دمنهور.